الكرة استقرت في الشباك على هدف سيبقى في الذاكرة لسنوات. شوف اللقطة، شوف الهدف، شوف الجمال، شوف الإعادة، يا سلام على الكرة، الله على النهاية. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. اللعب يستمر في أرضية الملعب، حكم يعطي الأفضلية. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. اللعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. عرضية في المنطقة يبعدها من مناطق الخطر. يقدم الكرة بيروح فيها. عرضية ممتازة في وسط المنطقة. كسد ممتاز من الحارس للكرة الرأسية. أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. لو تأخر شوي في التحرك لكان في موقف سليم في هذه اللقطة. يبعد الكرة بعد هذا التدخل. رؤية ممتازة للملعب. تسرع بعض الشيء في مسألة التحرك. الحكم يعلن عن وجود تسلل. استعاد الكرة بشكل سليم. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين. 3 دقائق يضيفها حكم المباراة إلى عمر اللقاء. بيكر، الحكم يعترض على الكرة بدون قصد بكل تأكيد. كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي. وكرة باتجاه المرمى. هدف الأمان، هدف الراحة، هدف الثقة. فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي. حذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. الشوط الأول ينتهي ب3 أهداف مقابل هدف. ينطلق الآن الشوط الثاني لهذه المباراة مع ضربة البداية. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. تمريرة خاطئة تقطع بكل سهولة. استعادة الكرة بعد ضغط ممتاز. هزازي. العرضية في وسط المنطقة. كرة بتتخلص من المنطقة. يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. كرة خطيرة على المرمى. كرة عرضية في المنطقة. أبعد الكرة من مناطق الخطر. اعتراض الكرة في الوقت المناسب.
اصفر اخر. اللاعب راح يغادر ارضيه الملعب من الباب الصغير. كان لازم يكون اكثر حرص، اكثر حذر، بالذات بعد حصول على الانذار الاول. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. برافو للمدافع، خلص الكرة. هزازي. ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء. كان بإمكانه أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل. أرضية كانت بدون تركيز، يمسكها حارس المرمى بكل سهولة. كرة بتعدي، بيواجه فيها المرمى. حكم يعطي تدخل بشكل خاطئ، فاول في اللقطة، ممكن نشوف فيها انذار. في فاول وفيها خطأ، بطاقة صفراء في هذه اللحظات. شوف الإعادة في اللقطة، في تدخل أيضا، كان في سلايد قوي وخطأ واضح. في الإعادة نرى بأن الحكم كان محقا في احتساب المخالفة. اللاعب تدخل على قدم خصمه. حلوة الكرة. تعامل ممتاز من حارس المرمى مع الكرة الثابتة، ما كانت سهلة في اللقطة الماضية. شوف المساندة، تصويبة رائعة. تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. تصويبة باتجاه المرمى. فرصة تقليص الفارق الآن. يا رب يسجل الأمل من جديد. يقنص فريق النتيجة، يبدأ طريق العودة. بإمكانهم البحث الآن عن هدف التعديل. تعود الإثارة مشاهدينا للمباراة من جديد. واتسون، مساحات مفتوحة على طرف الملعب. يتوغل لقلب الملعب. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. حقيقة أداء ضعيف جدا من حارس المرمى، ردة فعل بطيئة في لقاء اليوم. أتوقع بأن تسجل في مرمى المزيد من الأهداف. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. قرار الحكم يعطي الأفضلية لمحاولة الاستفادة من الكرة. عرضية في وسط ال 18. صافرة وخطأ. هل سنشاهد كرت أصفر آخر وبالتالي كرت أحمر في هذه اللحظات؟ حقيقة كم من الممكن أن الحكم يعني أجل هذه البطاقة الصفراء إلى مناسبة مختلفة، لأن في كثير كرة بتضرب الخط الخلفي. عرضية في المنطقة. رؤية ممتازة للملعب. إيلوت. كرة بتتخلص، لا تمر هذه اللقطة. رمي التماس. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. تدخل سيء، ممكن يكون فيها بطاقة صفراء. كارت أصفر في وجه أحد أهم اللاعبين اليوم، عليه أن يحذر فيما تبقى من هذا اللقاء. تبادل التمريرات أمام المرمى. التسديدة يا رب. بيكر. تصويبة لتقليص الفارق. حكم يحتسب ضربة زاوية. بيرسل الكرة لوسط المنطقة. تغطية سليمة بيبعد الخطورة. كرة ثابتة وركلة ركنية جديدة. ركنية تنفذ في منتصف الثمن. هدف تقليص الفارق. كم متأخر، لكن ما زالت المباراة لم تنتهي بعد. حتى الآن من صافرة النهاية. ضغط كبير في اللحظات القادمة. اللعب يستأنف الآن من وسط الملعب في مباراة حقيقة حضرت فيها العديد من الأهداف حتى اللحظة.
ولعب الشوت، اعتراض ممتاز من الدفاع يمنع الخطورة من المرمى. نقترب من النهاية والأمور لا تسير على أفضل وجه للجماهير. مجهود في منتهى الروعة. يا رب الكرة في المرمى، الله على التسديدة، الله على قذيفة، الكرة بتغارت حارس المرمى، تستقر في الشباك. نستأنف اللعب الآن ونواصل هذه المباراة الهجومية من أحلى الطراز. حارس المرمى الصاحي وتسديدة أساساً كانت من مسافة بعيدة. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. كرة جميلة لكن بتقطع. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة. هزازي راح نشوف قرار حكم المباراة بعد هذا التدخل السيء. يتقدم فيها، يقتر من مناطق الخصم الآن. ضربة راسية لكن نصل إلى نهاية. تمريرة ممتازة إلى الطرف. كرة أخيرة للتقدم الآن. مستحيل هذه الكرة. الله على الباكورد، على الكرة الخلفية، على الكرة استقرت في الشباك، على هدف سيبقى في الذاكرة لسنوات.